أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا مدرس في أحد الصروح التعليمية ونتابع الطلاب، ومن وجدناه يدخن يخصم عليه من مكافأته، فتقلصت ظاهرة التدخين، فهل في هذا العمل شيء؟ هذا طيب، هذا طيب، يعني تفقد الطلاب ومنعهم من التدخين هذا عمل طيب، والحسم عليهم هذا يأتي تحت مسألة، يأتي تحت مسألة العقوبة بالمال، هل تجوز أو لا تجوز؟ الصحيح أنها تجوز إذا كانت تردع، إذا كانت تردع المخالف تجوز العقوبة بالمال. نعم.